السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم في عدد جديد من البلاد اليوم في هذه التغطية الإخبارية المفتوحة في يوم مفتوح على المحكمة العليا وما يجري داخل أروقتها. القضاء على مدار الأسبوع استقطب أنظار الجزائريين كيف لا، وهو الذي رسم تاريخ جديد للعدالة في الجزائر. رئيسي حكومة رهن الحبس المؤقت في قضية علي حمداد ومنح امتيازات وتجاوزات في الصفقات العمومية، وعلى ما يبدو فالقائمة ستطول ويطول معها أو تطول معها جلسات المحاكمات للوزراء والمسؤولين السامين ورجال الأعمال. فبعد توقيف علي حداد، كونيناف، ربراب وتحكوت أوقف كذلك أويحيا وسلال وعمارة بن يونس، ووضع تحت الرقابة القضائية زعلان وكريم جودي وكذا عمرتوة، في الانتظار سعيد بركات وولد عباس وعمار غول. اليوم رجل أعمال آخر تم توقيفه ويمثل أمام محكمة سيدي محمد. الحديث هنا عن صاحب مصنع صغاك لتركيب السيارات مراد علمي الذي جرجر أويحيا إلى المحاكم مرة ثانية، هذه المرة كشاهد في انتظار مثول الوالي السابق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ ووالي البيض محمد جمال خنفار. يوم غد يليهم الوزراء جمال لوت عباس وسعيد بركات بعد تنازلهما عن الحصانة البرلمانية في انتظار رفعها عن وزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول. هذا فيما يخص الجانب المتعلق بالمحاكمات. أما في الشق الآخر ينتظر الجزائريين أيضا حلا جديا ومخرجا مناسبا للأزمة التي دخلت شهرها الرابع. تجدد دعوات الحوار واتفاق الجميع على أنه الآلية الأنسب، هذا الحوار الذي يتم التسويق له في إطار ندوة تعطى لها كل الصلاحيات لمناقشة المواضيع التقنية في ظل عجز الدستور الحالي عن تفسيرها والتكيف معها، من بينها وضعية بن صالح ما بعد تاريخ 9 جويلية ومراجعة قانون الانتخابات واستحداث اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات وتحديد تاريخها إلى غيرها من الحلول المنطقية التي طال الحديث عنها. لكن مشاهدينا الكرام، لحد الساعة ورغم كثر المبادرات يغيب التوافق على مخرج واحد أو التفاف على مبادرة واحدة. إذن هي صورة مصغرة مشاهدينا الكرام للوضع في الجزائر اليوم، كلها نقاط سوف أستفيض فيها بالتحليل ونقاش رفقة ضيفية في الاستوديو، كل من الأستاذ أحمد كروش الخبير الأمني والناشط السياسي. أهلا بك. أهلا. يحضر معي أيضا حسام حمزة أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك حسام. نبدأ معاك، ربما ما شهدناه في من محاكمات ومن جلسات بالمحكمة العليا، إداع ربما الرؤوس أو الحيتان الكبيرة، الحبس المؤقت، هل يعتبر إلى حد الآن كافي ربما للرد على بعض المشككين، بعض من يعتبروا أن ما يجري أو يجري في العدالة اليوم هو محاكمات انتقائية، هو ربما مسلسل أو تمثيلية أو مسرحية كما ربما شاء البعض أن يسميها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التشكيك سيبقى، التشكيك سيبقى ولو يعني اتجهنا إلى أكثر من هذا بكثير، ولو حتى اتجهنا إلى المحاكمات الرسمية، ولو حتى شاهد البعض هذه المحاكمات فإنه سيبقى مشككا. والتشكيك هنا طبيعي في بعض الأحيان وليس بريئا في أحيان أخرى، ليس بريئا لأن هناك الكثير من الأطراف التي تريد أو تدفع بأجندة معينة، وبالتالي تشكك في كل ما تقوم به مؤسسات الدولة في هذه المرحلة. التشكيك غير مرفوض، ولكن الحذر دائما يجب أن يبقى، أو الحذر مطلوب، لأن في الأخير إلى غاية الآن هناك بعض الإشكاليات التي يجب أن ننبه إليها، المتعلقة أولا بطبيعة القوانين التي سيحاكم على أساسها هؤلاء الأشخاص والذين هم في حد ذاتهم وضعوها مكافحة الفساد، كانوا بالضبط. بالإضافة إلى هل المنظومة أو المؤسسات، دعنا نقول السلطة القضائية في حد ذاتها بالإرث السابق، قادرة على الفصل بطريقة سليمة وعادلة في كل هذه الملفات التي يعني نكتشف يوما بعد يوم مدى ضخامتها، وربما حتى مصطلح عصابة لم يعد يكفي لتوصيف هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يتصرفون في الجزائر ويتصرفون في الدولة يعني بمنطق الهوى والمصلحة الشخصية وكل الاعتبارات البعيدة تماما عن منطق الدولة والبعيدة أيضا عن مصلحة الشعب. إذن هذا الإرث في حد ذاته
لا يجعل أو من المنطقي أن العدالة إلى غاية الآن ستكون غير قادرة على معالجة مثل هذه الملفات، وهي أصلا يعني في هذا الجانب بالذات كانت دعنا نقول معطلة، يعني لم نشهد محاكمات من هذا النوع لسنين طويلة، وبالتالي فإن استعادة هذا الدور هو في حد ذاته يحتاج إلى ربما حتى إلى وقت، إلى وقت للفصل فيه بطريقة عادلة، وأيضا لإيجاد الإطار البشري القادر على الفصل في مثل هذه طيب. الملفات طيب. الضخمة سلسة. ولكن دعني أكمل هذه فقط الفكرة أسامة، لكن على العموم يمكن القول بأننا بصدد مؤشرات مهمة جدا ويعني كبيرة تدل على أننا في مرحلة تغيير وبداية التغيير بالتخلص من المنظومة السابقة عبر التخلص من رموزها. طيب نبدأ من حيث انتهى حسام، أنه ما يجري اليوم يبعث على الإطمئنان أنه هناك توجه جديد اليوم من أجل التخلص من النظام الفاسد والمفسدين غير ذلك. البعض يقول لك أنه مجرد رؤية ربما رؤوس الفساد بدون تسميات أو بدون ربما استهداف لشخص على آخر هو مبعث على الطمأنينة، هو ضامن من أجل التغيير المستقبلي المنشود. لكن البعض الآخر يقول لك هل الأمور بهذه البساطة في ظل كما تحدث الأستاذ عن قانون مكافحة الفساد الذي جنح تهم الفساد أو تهم الاختلاس إلى غير ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا على الاستضافة. أهلا بك. فعلا هو في حقيقة الأمر أن لما يعني المشاهد الجزائري يرى رؤوس الفساد وشخصيات يعني كانت معصومة من الانتقاد نعم كانت يعني في زمن قريب جدا جدا كانت هي من تحيي وتميت يعني بالمفهوم في الحياة، أنها اليوم تقاد إلى المحكمة، هذا بفضل ما جاء به الحراك، هذا نتيجة من النتائج الكبرى التي أتى بها الحراك، كما أبطل مفعول الخامسة وأبطل مفعول التمديد، كذلك ساق هؤلاء الرؤوس إلى المحاكم، وكان هذا بفضل أن الحراك حرر كل المؤسسات الدستورية في الدولة وحرر مؤسسة القضاء، والآن القضاء يعني يدها مطلوقة وتطبق القانون، والقاضي الآن يخضع إلى لضميره ويخضع فقط للقضاء عفوا للقانون. إذن هذه المبادرة هي مبادرة حميدة، لكن دائما كما قلتم أن التشكيك، لأن فتنا بمرحلة يعني عصيبة وطويلة جدا في الزمن، أن كل يعني لم يعني يصدقون مرة واحدة قولا، كانوا يقولون لنا أنك سوف تذهبون بكم باقتصاد يعني تعيشون في جنة الفردوس في الدنيا قبل الآخرة، لكن يطل علينا رئيس حكومة في يوم ما ويقول لعندنا شهرين لا نستطيع يعني حتى العمال يعني يقضوا رواتبهم. قالوا أننا بنينا دولة ودولة مؤسسات ودولة قانون، ويعني في أول تجربة للدستور يعني أعيد تخييطه وأعيد يعني ترتيبه لعدة أكثر من 4 مرات، في أول تجربة له أصبح يعني غير قادر على حل أي أزمة خاصة في عهدهم، غير قادر على التكيف ربما. نعم لأن أزمة رئاسية، لم يستطيع حتى إجراء انتخابات رئاسية، إذن هذا الدستور هم من ضرب به عرض الحائط ومددوا لأنفسهم طيب. في هذا الدستور. إذن هذا نعم أنا يبدو لي أن هذا شيء يبعث على الطمأنينة ويطمئن الشعب الجزائري ويطمئن شباب الحراك ويطمئن كل الناس في الجزائر، على أساس أن موعد التغيير وبداية التغيير ونقطة الانطلاق للتغيير قد بدأت يعني الرحلة طويلة. الرحلة طويلة وطويلة، وخاصة أننا نعرف يعني إجراءات القضائية كم هي يعني تأخذ، خاصة الآن لو نتخيل الآن أي جزء من الفساد نتخيله كشجرة، نتخيل أن الأساس فيه مثلا صاحب مصنع أو صاحب المتهم الأول في تلك، يأخذ يعني يجذب معه حوالي 24 شخص أو نعم الأطراف والفروع وحتى نصل إلى الأوراق. طيب. إذن كل مجموعة شخص يجبد 50 ممكن تجبد 4 والأربعة ممكن يجبدوا 2 أو 10، وبالتالي
وبالتالي يطول تطول الفروع وتطول يعني الأشياء طيب. وبالتالي هذه لا ننتظر أن الآن نعطيه القضاء وقت طيب. وتبقى له الحماية هذه حتى وإن كانت يعني جنح على الأقل أن يتحاسبوا، على الأقل أن نوقف في الأساس نوقف هذا الابتزاز الذي كان يعني فعلا أرقام خيالية الآن اللي نسمع بها ما نعرفش نحسبها، اللي كانت تروح هباء منثورا من البنوك الجزائرية ومن أموال الشعب الجزائري ومن ضرائب الجزائريين. إذن حتى هذا توقيفها توقيف هذا النزيف في حد ذاته مكسب جديد. النزيف وهي نقطة مهمة أستاذ أحمد كروشي، هي نقطة نزيف العملة الصعبة. اليوم أمام القضاء مراد علمي متهم بتهريب الأموال والحصول على امتيازات، ربما هي نفس الاتهامات اللي ربما وجهت لتحكوت وعائلة تحكوت، هي تهمة تبييض الأموال وتهريب الأموال أو العملة الصعبة إلى الخارج. هذا شيء رجعنا حسام إلى رأي التقنيين، رأي الخبراء، خبراء الاقتصاد أو حتى خبراء تركيب السيارات في الجزائر، الذي لا طالما دق ناقوس الخطر أن ما يحدث في الجزائر ليس تركيب للسيارات بل هو تبييض الأموال وربما تغطية على نشاطات فعلية وسرية، لكن الكل كان يعلم أن نشاطات مصانع السيارات أو مصانع تركيب السيارات كانت ربما هي كذر للرماد في العيون، بينما أنها هي تجارة فقط وليس إلا. إلى أن الحكومة كانت تعطيهم تلك الامتيازات، تلك الصلاحيات، تلك ربما عدم المحاسبة، حتى أن الخزينة العمومية لم تستفد ولا فلس من هذه التجارة وتهريب رؤوس الأموال. هذا الحديث اليوم يقول لك البعض كيف سنسترد هذه الأموال التي هربت إلى الخارج وهو مربط الفرس. والله الأمر هذا صعب جدا يعني. وطبعا أنا في اعتقادي هذا واحد من المطالب الأساسية الخاصة التي يطالب بها الناس، لأنه في الأخير نسمع حتى أنه هناك بعض الآراء التي تقول بأن الأهم ليس محاسبة هؤلاء الأشخاص بقدر ما هو استرداد كل ما تم نهبه في المراحل السابقة. خليني نروح معك أبعد من هذا أسامة وأقول بأنه تقريبا كل الذين كان لديهم سجل تجاري للاستيراد والتصدير هكذا للاستيراد والتصدير ولديه الحق في التمويل بالعملة الصعبة من قبل البنوك الوطنية بسعر الصرف المرجعي الرسمي كان يستفيد أو كان يهرب العملة الصعبة وكان يبيعها. كل هؤلاء كانوا مستفيدين طبعا، وعلى رأسهم كما ذكرتم أصحاب مصانع تركيب السيارات، لأن كانت لديهم ميزانية ضخمة وامتيازات أيضا وحتى امتيازات ضريبية وجبائية كبيرة جدا. يعني كل المشروع بالإضافة طبعا إلى كل هذا يجب أن نذكر أن دفتر الشروط في بدايته صيغة وتم حبكه بطريقة تناسب مصلحة هؤلاء وفقط، وبالتالي فإنهم استفادوا استفادة كبيرة جدا وأكثر من هذا ربما حتى نهبهم للخزينة العمومية ونهبهم للعملة الصعبة كان مقننا. وهذا الشيء ربما المخيف أكثر حتى وهذا من كان بتواطئ ربما بتستر ربما، هذا ما يخلينا نتحدث عن منظومة فساد. أكيد نحن نقول بأنه هذا في حد ذاته مقنن، بمعنى ربما الشيء الذي يخيف والذي يتحدث عليه يتحدث عنه طبعا خبراء القانون أن هناك بعض المواد القانونية الموجودة التي ربما بالاستناد إليها يعفى ولا نقول سيبرأ هؤلاء من الكثير من التهم. لماذا؟ لأن القانون في حد ذاته يحميهم. لهذا هذا يحيلنا إلى القول بأن كما يعني كما ذكرت في بداية تدخل طيب وأنت تتحدث حافظ على الفكرة حسام. الآن بيان للمحكمة العليا أتينا ربما فيه التهم التي وجهت للوزيرين الأسبقين عمار تو وكريم جودي. التهم هي جنح إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 601 المتعلق بالوقاية من الفساد، تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من قانون رقم 0601 المتعلق بنفس القانون. أما بالنسبة لعمار تو المتابع بجنحتي منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 من القانون المتعلق بقانون الوقاية من الفساد وإساءة استغلال الوظيفة. ربما كتعليق أولي حسام هي نفس التهم الموجهة لكل ربما من مثل أمام المحكمة العليا. هذه ربما كان الهامش الذي ينشط فيه الوزراء وهي في هامش الصفقات وهامش ربما إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات بغير وجه حق.
ربما الشيء المؤسف هذا نعود دائما الى في القانون، كل هؤلاء كل ما يحدث حاليا ما زال في ما زلنا في الجنح يعني التي سقف العقوبه فيها هو 10 سنوات يعني مهما وصل او بلغ مبلغ تبديد الاموال العموميه او حتى الاختلاس او حتى السرقه فانه يتوقف في 10 سنوات. هذا الشيء ربما المؤسف. أما غير هذا فإنه أنا في اعتقادي بأنه حتى دون محاكمة هذا تبقى طبعا الصياغة القانونية، ولكن كان واضحا لكل الجزائريين، كان واضحا للشعب الجزائري الذي كان يعيش في هذه الفترة أن هناك إساءة لاستخدام الصلاحيات والسلطة التي كان يتمتع بها هؤلاء. كانت هناك محاباة لأشخاص أو لقلة من الأشخاص كونوا مع الوقت صنعوا لنا رجال أمال وأعمال وهميين صنعوا أوليغارشيا جديدة سيطرت على النظام. كان هناك أيضا تبديد واضح للأموال العمومية، واضح طبعا من ربما حتى في أبسط البلديات إلى أعلى مناصب في الدولة. إذن هذه الجنح هي فقط ربما صياغة قانونية وتعبير عن الأشياء التي كل الجزائريين إلى غاية الآن مقتنعون بها تمام الاقتناع. ربما أستاذ أحمد ما تحدث عنه حسام هو ربما قناعة للكثير من الجزائريين وقناعة حتى للكثير من المختصين أنه قانون مكافحة الفساد الحالي كما تحدثنا أنه أقصى عقوبة في هذه الجنح التي يتابع بها الوزراء هي 10 سنوات على أقصى تقدير. لو تحدثنا أو سلمنا فرضا أن من اختلس الملايير قد يكون حرا طريقا بعد 10 سنوات، البعض هنا يتساءل عن مصير الأموال المنهوبة التي حولت إلى البنوك في الخارج، ما العمل؟ يعني ما الذي يجب فعله من أجل استرداد هذه الأموال؟ استمعنا ربما لبعض الاقتصاديين تحدثوا عن مفاوضة هؤلاء من أجل استرداد أموال الخزينة العمومية وأموال الشعب الجزائري. نعم، هو في حقيقة الأمر أن ربما نرجع كما قلنا دائما للتاريخ القريب، يعني نجد أن هذه الأمور كان مسطر لها من قبل، لأن كما نعرف كانت يعني اختلاس الأموال كانت فيها جناية وكانت فيها جنح، لكن غير القانون على أساس أن أقصى عقوبة كلها أصبحت جنح، اختلاس الأموال و أصبحت كلها جنح ونزعت منها جريمة الجناية. إذن ربما كان هذا ذلك مسطر إلى اليوم، هذا اليوم الموعود على أساس أنهم سوف يصلون إلى اليوم مثل هذا، كان كذلك كل شيء محسوب. إذن في هذا الخضم أن يعني النهب الكبير لهذه الأموال، والغريب في الأمر ليس فقط يعني على المستوى الوطني، بل كانت كما قلنا أكبر دليل أنهم حتى لم يصنعوا يعني قانون للصرف وتركوا السكوار يعني يعمل عملته، وهو من يخدع هو البورصة الحقيقية في الجزائر للعملة الصعبة في الجزائر. إذن كان فيه يعني أشياء ممنهجة، حتى طبع النقود يعني كانت يعني كذلك ربما يعني أن يأتي على ما تبقى في الخزينة العمومية، وأن ليس فقط أن تبقى على الصفر، بل أن خليها مدانة، يعني خليها مدانة للبنك المركزي. إذن هذا كله يعني ربما نرجع لهذه الأشياء ونجملها، نجد أن ربما كان فيه مخطط ممنهج لي يعني تحطيم الاقتصاد الوطني وإدخالنا في دوامة لا تنتهي. يبقى الآن أن هذه الآن الأموال موجودة في الخارج، أظن أن العلاقات الجزائرية وخاصة أن الاقتصاد الجزائري إذا تعافى واسترجع يعني موقعه ومهابته أمام الأمم، ممكن للسلطة الجزائرية وللدولة الجزائرية فيما بعد أن تفاوض تلك الدول التي يعني الآن الأموال الجزائرية موجودة في بنوكها. هؤلاء نعم قاموا الأمور هذه يقول لك هي بالصعوبة بما كان، نعم صعبة جدا، خاصة في اتفاقيات مصر وتجربة تونس، نعم في اتفاقيات ثنائية في كذلك، لأن هؤلاء الأشخاص ولا الجزائريين أو من صنعوهم من رؤوس الأموال والمسيرين والطريف في الأمر أن تجد ما يسمى برأس مال واحد أو صاحب رجل أعمال، لكن يجر من وراءه عشرات وعشرات الموظفين الحكوميين من هم من أعطاه هذه الأموال. إذن هذا التواطؤ هو من جعل يفقرون الجزائر ويغنون الدول الأخرى، يفقرون الشعب الجزائري ويغنون شعوب أخرى. إذن هذه ربما تبقى إلى اتفاقية ثنائية بين الدول، ربما الجزائر ربما كما قلنا إذا استطاعت يعني يسترجع الاقتصاد الوطني وأن تصبح يعني لعاب
هؤلاء تلك الدول يعني الطمع في الاقتصاد والاستثمار في الجزائر سوف يكون نعم سوف يكون لا من بين الشروط إذا أردت أن تستثمر في الجزائر فأتي يعني بالأموال راح يأخذوها نعم فأتي بالأموال التي هي موجودة في في البنوك مخزنة عندك وممكن جدا يعني يعني كما قلتم التجربة المصرية والتجربة التونسية أو تجارب أخرى يعني لم تأتي بجميع الأموال ولكن كما قلنا الآن والأساس هو التركيز على أن يعني ما نزيدوش أكثر على الأقل طيب. إيقاف هذا النزيف اللي كان يعني نزيف كبير وكبير جدا وكان الشعب الجزائري نعم كان مغيب عن هذه الأمور لأن الشفافية كانت يعني مغيبة نهائيا وكان كل شيء في الظلام ولا أحد يجرؤ عن الحديث عن هذه الأمور أو إذن محاسبة بعض المتورطين إذا لم توافقه الرأي فأنت غير وطني. طيب حسام ربما يقول لك البعض أن هؤلاء كانوا يحسون أن المعبد سينهار فوقهم واستدركوا سريعا وقاموا بإخراج قيم أو قيمة كبيرة من النقود إلى البنوك في الخارج. الإشكال طرحناه هو كيفية استرجاع هذه الأموال، لكن الإشكال الآخر أنه هؤلاء ربما جزء من رجال الأعمال الموجودين في الجزائر اليوم، جزء ربما من من تورطوا في قضايا فساد. الآن ربما نحن نتحدث عن قضية واحدة وهي قضية علي حداد، سوف تأتي قضية ربراب وطحكوت إلى غيره وسلسلة أو مسلسل طويل من المحاكمات كي نتفادى ربما نفس السيناريو وخروج عملة كثيرة صعبة إلى الخارج. ربما ما هي الإجراءات الفورية التي يجب القيام بها؟ طبعا أنا في اعتقادي أنه بالإضافة إلى ما تم اتخاذه إلى غاية الآن اللي هو منع يعني أو تقييد شديد جدا لتحويل العملة إلى الخارج سواء عن طريق القنوات الرسمية أو حتى عن طريق القنوات غير الرسمية يعني وتشديد المراقبة في هذا الجانب. يجب أيضا أن نفكر من الآن وأن تفكر طبعا أن يطالب ربما حتى الجزائريون إلى الآن بإصلاح قانون النقد والصرف في الجزائر، لأنه كما قال الأستاذ إذا تركنا وبقيت حالة هذا الصرف يعني وخاصة التعامل مع العملة الصعبة تتم بهذه الطريقة في السوق السوداء وفي كما يقال حتى بطريقة غير قانونية وفي الظلام، فإنه دائما مثل هذه المشكلة ستبقى وستحصل. لهذا فإن دعونا الترصابيليتي أثر. الأثر ربما نعم متابعة أثر متابعة أثر نعم هذه التحويلات المالية مرتبطة دائما وفي المستقبل بمراقبة قنوات تحويلها وكيفية يعني طيب. التعامل بين البنوك عقلية الشكارة يعني وعقلية السوق السوداء والسكوار هذه يجب يعني ربما الورشة الأولى التي يجب أن تبدأ فيها الحكومة المقبلة هي هذه كيف نجعل أو نقنن كل هذا نعم في قنوات رسمية وقل كيف نقنن مثل هذه الإجراءات. الناس راهي عندها بنوك موازية أخي أسامة والله بنوك موازية بالمعنى يعني الحرفي للكلمة بنوك موازية أنك تروح تلقى كاين محلات وقراجات معمرين بالدراهم معمرين بالعملة سواء العملة الوطنية أو العملة الصعبة أكيد كل هذا يجب أن يدخل ويعاد في إلى القنوات طيب. الرسمية وإلا فإن مثل هذه الإجراءات راح تبقى وسنبقى دائما من يعني نعاني من مشكلة تدهور سعر صرف الدينار وسنعاني من الكثير من المشكلات وسنضيع أيضا كثير من الفرص. نعطيك مثال أنه مثلا حاليا نحن الجزائر ربما من أضعف البلدان التي تستفيد من التحويلات المالية للجالية الأجنبية بالرغم من أنه لدينا جالية أجنبية كبيرة جدا في أوروبا يعني غير نستفيد منها لا نستطيع وبالرغم من أنه الأمر بسيط جدا لا يحتاج إلا طيب. أن تنشئ قنوات رسمية لتحويل العملة ولكن هذا غير موجود. جيراننا هنا فقط المغرب وتونس يستفيدون مبالغ ضخمة طيب. يعني تصب في الاقتصادات في اقتصاد تونس والمغرب وهنا نتحدث عن تغيير سياسات ربما أكيد. بإصلاح عميق جدا في هذه النقطة سنتحدث عن الإصلاحات ونتحدث عن المخرج ربما من هذه الأزمة السياسية لكن بعد هذا الفاصل أو بعد نشرة الأخبار الرئيسية. عودة مجددة لكم مشاهدينا الكرام، تتابعون الجزء الثاني من البلاد اليوم لنهاري اليوم. تحدثنا في الجزء الأول عن المحاكمات والحرب التي تشنها العدالة على الفساد، لكن يبقى الموضوع الأساسي الذي نركز عليه ويركز عليها المواطن الجزائري هو الأزمة السياسية التي نعيش شهرها الرابع. صحيح أن الحدث اليوم
أستاذ أحمد كروش، كان المحاكمات لكن يقول لك البعض هي تحصيل حاصل في النهاية، من تورط في قضايا فساد يجب محاكمته والقضاء يأخذ مجراه، لكن الأنظار مشدودة أكثر لأزمة سياسية عندها 4 أشهر. ربما الآن هناك توافق على الحوار، توافق على أن الحوار هو حل أنسب للخروج من هذه الأزمة، لكن ما زال الاختلاف في التفاصيل حول ملفات هذا الحوار، حول أجاله، حول ربما حتى أجندته، حول من نحاور. ما زال كما تابعنا ربما المواطن في الجمعة 17 ما زال يرفض بن صالح وبدوي التي يرى البعض أو الذين يرى البعض أنه نقدروا نتغاضى على بن صالح مثلا، لكن مع رحيل بدوي هنا ما زال بعض التفاصيل التي يجب ربما ضبطها قبل الحديث عن الحوار. نعم، هو في حقيقة الأمر أن المشكل اللي وصلنا لهذه الحالة التي تعيشها الجزائر الآن هو الفساد السياسي قبل أن يكون الفساد المالي، لأن الفساد السياسي هو من جاء بالفساد المالي. إذن مشكلة السياسة يجب على الجزائريين، والحمد لله هذا الحراك كما قلنا حرر الكل، وأصبح الجزائري الآن يتعاطى، كل الجزائريين أصبحوا يتعاطوا السياسة بأي نوع من أنواع، يعني في كل شارع، في كل بيت، كل بيت الآن تجد من الأب الأم الأطفال كله يتكلم سياسة، الكل نعم بكل توجهاتهم بكل أطيافهم، إذن من كل أطياف المجتمع تتكلم سياسة، إذن هذا يعني شيء إيجابي، لأن النظام السابق يعني احتكر فعل السياسة وحطم المعارضة وحطم كل من يقول كلمة سياسية. إذن هذا يعني الصح، وهذه إذا صح القول فيها هي شيء إيجابي، ونتمنى أن تستمر، وأن الشعب الجزائري الآن يصنع هو من يقرر مصيره، يقوم بدور الرقابة ويدور نعم ويدور بدور الرقابة، وينتهي من العمل السلبي اللامبالاة والاستقالة عن السياسة وعن العمل الجمعوي إلى غير ذلك. إذن الحمد لله، الحمد لله الآن كما قلنا أن حتى المجتمع المدني أو الطبقة السياسية الكل الآن يجتهد، الكل يجتهد، وخاصة بعد النداء تاع المؤسسة العسكرية مؤخرا على للنخبة وللشخصيات الوطنية والتاريخية أن تقوم بمبادرات وأن تعطي يعني رؤية للحل. رأينا في المدة الأخيرة مجموعة يعني اقتراحات أو مجموعة مبادرات ناتجة عن النخبة وعن المجتمع المدني، هذه الأشياء كلها يعني أنا يبدو لي أنها إيجابية، لكن ربما أنا شخصيا عندي بعض الملاحظات عليها أو شيء يعني أنها لم تصل إلى يعني تجوهر المشكلة الأساسية وأن تعطينا الحلول، الحلول الآنية والحلول يعني الأساسية التي يريدها الشعب الجزائري هي التغيير. ننقلها للأستاذ حسام حمزة. صحيح أنه أمر جميل في الأمس كنا نتحدث أنه غياب النخبة، غياب المبادرات، غياب الشخصيات الوطنية التي لم تتحرك ولم تنخرط ولم تبادر من أجل الخروج من الأزمة. الآن عندنا مبادرات، مبادرات كثيرة جدا، لكن يقول لك الكثير اليوم أنه هناك أسئلة لم يتم الإجابة عنها إلى حد الآن. هذه ندوة الحوار، ما هي صلاحياتها، ما هي أجالها، وحتى المرحلة ربما تفسير المرحلة دستوريا، هي مرحلة انتقالية، مرحلة دستورية، العديد من ربما من النقاط لنصر متخوفة في الانخراط في هذا الحوار قبل الإجابة عليها، حابة تضبط أمورها باش تعرف نحن مقبلون على ماذا. أكيد، وإن كان يعني أنا أخي أسامة أتحفظ على كلمة مبادرات كثيرة يعني في الحقيقة يعني على كل حال وفيما يقال عن المبادرات نتحدث. نعم، على كل حال لا نريد أن نبخس الناس حقوقهم وجهودهم، ولكن الكثير من المبادرات إلى غاية الآن ما زالت تتصف بالعمومية وأيضا بالسطحية، حتى أنه مبادرات ما فيهاش تفاصيل، ما أكيد فيهاش هو حلول المشكلة. تقنية بالضبط، الحديث فقط نحن نتحدث عن مبادئ عامة، ربما حتى عن عناوين براقة، قال الحوار اللجنة المستقلة لتنظيم والانتخابات، ولكن تبقى عناوين فضفاضة فقط، الداخل اتجاه الاجتهاد غير موجود تماما، يعني أسفل هذا العنوان ما الذي يجب أن يكون غير موجود، وهذا الشيء الذي يجعل من هذه المبادرات إلى غاية الآن غير فعالة، ويجعل أيضا ربما أيضا يجعل منها غير ذات مصداقية، ولا حتى الشعب يمكن أن يؤمن بها. الإشكال الآخر أيضا أن للأسف الذين الآن ينادون بضرورة الحوار
وإن كان يعني الحوار يعني أمر مطلوب، دعنا نقول من ينادون بالمرحلة الانتقالية، الذين ينادون ربما حتى بالمرحلة الانتقالية وخارج الدستورة، لأنه ليست المرحلة التي نعيشها الآن، حتى نصحح ما نعيشه الآن يسمى مرحلة نيابية، بمعنى هي مرحلة منصوص عليها في الدستور. الدستور نعم، المراحل الانتقالية خارج الدستور هم أنفسهم هؤلاء الأشخاص الموجودون الآن والذين عجزوا عن الاتفاق عن أبسط يعني معالم هذه المرحلة، فكيف نثق فيهم في إطار خارج الدستور؟ يعني الأولى لو كانوا حقيقة لديهم القدرة على الاتفاق لاتفقوا الآن. يعني وهذه الإشكالات المطروحة الأمر مش بهذه البساطة، أؤكد قبل ذلك الحديث عن أطراف الحوار تماما. يعني للأسف هناك الكثير من المصطلحات التي تشاع والمفاهيم التي أيضا تسوق، مفاهيم كما قلت ظاهريا تبدو براقة وحتى فيها بعض المحابات للجماهير، ولكن مضامينها إما خطيرة أو حتى غير مفهومة. ربما الآن نحن في مرحلة من بين المفاهيم هذه مصطلح شخصية توافقية ما عادش موجود، يعني لو كان هذه الشخصية موجودة لكان لقيناها يعني في الفترة الماضية ولا لا. هذا دليل على أنه هذا المصطلح في حد ذاته غير موجود، وهذا الشخصية التوافقية التي يريد البعض أن يسوق لها اتضح بأنها ربما تشبه الوهم. وهم أصلا، يعني لا يوجد شخص ربما يمكن أن يحدث لنا نقول 70% من اتفاق الجزائريين في هذه المرحلة. نروحوا في الحلول، نروحوا للحلول. الحلول حتى أربطها بفكرة الحوار. الحوار يجب أن يتعلق بشيء أساسي وربما حتى وحيد في هذه المرحلة، وهو اللجنة المستقلة للانتخابات، لتنظيم الانتخابات. وعندكم لماذا؟ تصور في حركة عزم عن هذه اللجنة؟ ونحن قدمنا في حركة عزم مشروع قانون عضوي بكافة تفاصيله وكل النقاط التي رأينا، وعلى كل حال هي نقاط قابلة للإطراء وربما حتى للتغيير وللنقد، كل هذا مطلوب، ولكننا نرى بأن هذه النقاط التي يجب حقيقة أن يقع الحوار حولها حتى نؤسس إلى هذه الهيئة الجديدة التي الهدف الأساسي منها هو إعادة نعيد للشعب صوته، أن نعيد للشعب سيادته. إذا كان الشعب حقيقة أحس بأن صوته محمي وبأن حقيقة صوته يمكن أن يخلق الواقع، نقول أن ينشئ الواقع، نقول شيء غيره، المهم أنه يقرر في هذا الواقع. الآن تبقى فيما بعد مرحلة التنافس السياسي بين البرامج، هذا من حق أي طرف، من حق أي حزب أن يخرج سلعته والناس هي الحكم. كي تكون عندنا هذه اللجنة اللي تحمي أصوات الناس، خلاص كل واحد يخرج سلعته. اللي عنده تيار وطني، اللي عنده مشروع وطني فليخرجه، اللي عنده مشروع انفصالي يخرج مشروعه، اللي عنده مشروع علماني يخرج مشروعه، وخلي الناس تحكم. أما أن نبقى الانتخابات تاريخها أجالها، أنا بالنسبة على الأقل نحن في حركة عزم، الانتخابات مرتبطة بهذا الشرط الأساسي. لماذا؟ لأنه شوف أخي إسان، نعم، لماذا الانتخابات الهدف منها ما هو؟ الانتخابات الهدف منها هو التأسيس لمرحلة شرعية جديدة. إذا كان الانتخابات راح تكون من أجل إعادة الواقع اللي كان، ما نروح له. نحن نريد أن نؤسس لمرحلة جديدة فيها شرعية شعبية ودستورية. هذا الشرط في حد ذاته لا يتحقق إلا إذا ضمننا أن الناس تشارك في الانتخابات. الناس لن تشارك في الانتخابات إلا إذا استعادت ثقتها في من ينظم هذه الانتخابات. حاليا من ينظم هذه الانتخابات هي وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية بصفة فاقدة للشرعية ولا تحظى بأي ثقة. إذن يجب أن نعالج هذا المشكل الذي نرى بأنه أصل بقية المشاكل، أو ربما حله سيؤدي إلى تتالي الحلول الأخرى. نعود دائما للأصل، خلينا نأسس هذه الهيئة، نرجع للناس استقلالهم وحريتهم في اختيار البرنامج وحتى الشخصية التي يريدونها أن تكون رئيسا للجمهورية. ثم فيما بعد يستمر النضال، ما راحش يتوقف. يعني الناس تنادي بمرحلة انتقالية وكأنه خلاص إذا كانش مرحلة انتقالية نحبس النضال، لا، سيستمر النضال في إطار دستورية. ما بقناش الوقت، ربما هذا الحديث ربما البعض أصبح يراه عقيم، حديث عن مرحلة دستورية ومرحلة انتقالية. ربما الخطورة، ما هي الخطورة في المرحلة الانتقالية أستاذ أحمد كروش وأنت كخبير أملي إلى غير ذلك؟ ربما ما هي تهديداتها اللي تخلينا نتخوفوا من هذه المرحلة الانتقالية وتخلي الناس تدرك ربما النفق المظلم الذي قد ندخل فيه؟ فقط نقول يعني كلمة عن الحوار، لأن الحوار في حقيقة الأمر إذا أردنا عن الحوار، هناك مؤسسة دستورية وكل شت يعني الشعب الجزائري كله لها كل الاحترام، وعطات عهد على نفسها
على لسان قيادتها أنها هي من رافقت الحراك ووعدت على أساس أنها سوف ترافق الشعب الجزائري وكل مؤسسات الدولة حتى أن ينال الشعب الجزائري جميع حقوقه غير منقصة. إذن وهي كانت تنادي دائما بالعمل داخل الدستور. لنرى أن جميع هذه وللأسف على المبادرات التي وضعت أنها كلها تتحدث للشيء الغريب أنها تتحدث بمخرج الدستور لا تخرج عن الدستور تخرج عن الدستور وتتحدث نفس اللغة التي كان يتحدث بها النظام السابق اللي هي مرحلة انتقالية وندوة وطنية ندوة وطنية. إذن كل حتى المبادرات هذه تتحدث نفس اللغة. أنا يعني أستغرب في 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 ذلك. إذن إذا أردنا أن نذهب بالحوار فلتكون المبادرات تأتي في هذا الإطار في الإطار الدستوري وكاين فيه مؤسسة هي تعهدت على نفسها أنها سوف ترافق هذه الشيء. لأن حتى يعني لما نذهب إلى مرحلة أنت يعني جديدة وللتغيير نذهب من مرحلة ولا من منطقة صلبة هم يريدون الذهاب من ولا الانطلاق من فراغ نذهب إلى فراغ دستوري من رمال متحركة كما تصفها أنت. نعم أكثر من الرمال المتحركة لا المرحلة الانتقالية هو فراغ كامل هو فراغ يعني لن تستطيع أن تضع رجليك عليه أصلا لأن فيه يعني حاجة غير موجودة فراغ دستوري بأتم عن الكلمة لأن لا شخصية توافقية. إذا كان فيه شخصية توافقية كما يقولون فليرشحونها ما دام هي يعني عندها إجماع قبل الحملة الانتخابية. طيب. فكيف بعد الحملة الانتخابية؟ صحيح. أظنها أنها سوف يعني تأتي يعني ونجعل هذه الفترة فترة 5 سنوات هي فترة انتقالية يقوم الرئيس الجديد فيها بفتح ورشات بتغيير الدستور وتغيير جميع القوانين العضوية وتغيير جميع القوانين التي تلائم الدستور يعني وتلائم المرحلة الأساسية نعم نحو بدون بدون انتخاب رئيس جمهورية نحن نلعب في المنطقة الخطر. طيب. في المنطقة الخطر فلنسرع إلى انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت. أحمد كروش الخبير الأمني والنشط السياسي وحسام حمزة أستاذ العلوم السياسية الحديث معكم شيق لكن للأسف وقت البرنامج انتهى. في الأخير أوجه ربما مباركة أو تهنئة لأختي الصغيرة أنفال دحمون بمناسبة حصولها على شهادة التعليم الابتدائي. أبارك أيضا ل نهى حمادي كذلك لحصولها على شهادة التعليم الابتدائي أقول وليس المتوسط. حظ موفق للذين لم يسعفهم الحظ. البلاد اليوم تمت. شكرا لكل من تابعنا. سلام الله عليك.